رجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة، الدنيا فيها ايه، نتجول في صحف واخبار النهاردة. لكن في البداية اسمحوا لي ارحب بضيفنا اللي بيشرفني، الاستاذ حسين متولي الكاتب الصحفي. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا استاذ. عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب. معايا اول خبر من المصري اليوم وعلى صفحتها الاولى. الخبر بيقول القوى العامله بالبرلمان توافق على زياده المعاشات 750 جنيه حد ادنى وعلاوه خاصه واستثنائيه للعاملين بالدوله. يعني في علاوه خاصه واستثنائيه للعاملين بالدوله وزياده المعاشات، اعتقد 750 بدل 500 تقريبا. 750 للمؤمن عليه والتامين الاجتماعي. رأيك ايه في الخبر؟ وكتير يعني بيقول ان ده تمهيدا لزياده مقبله في الاسعار. يعني هي بالتاكيد طبعا، لا هي 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 محاوله لتقديم حافز اضافي للناس المداره من حزمه الاصلاحات الاقتصاديه او ما يسمى به الاصلاحات الاقتصاديه اللي ترتب عليها رفع الدعم عن كتير جدا من السلع، وخصوصا كمان الطاقه، يعني الطاقه والوقود يعني بالتحديد، خصوصا نفس الكلام الساري جنب هذه الأخبار أنه في خلال سنتين من الآن هيكون في رفع كامل للدعم عن الكهرباء تقريبا يعني. فبالتأكيد طبعا في حاجات كتير بتلتهم مثل هذه الزيادات البسيطة في أجور أو في معاشات المصريين للأسف الشديد. الكلام كله طبعا في مشروع الحكومة اللي اتقدم لمجلس النواب وكان بيناقشه رئيس وزير شؤون مجلس النواب مع وزير قطاع الأعمال وزير المالية في لجنة القوى العاملة، واللي أقر زيادات للمؤمن عليهم والتأمين الاجتماعي في حدود 750 جنيه الحد الأدنى، مع وجود شرايح بقى للعلاوتين بتوع الموظفين من 65 جنيه تقريبا يعني لغاية 150 جنيه اللي هي المذكورة الشرايح الموجودة داخل مشروع قانون مقدم للبرلمان. تمام. معي خبر أيضا يعني بس أنا مش عارف مدى صحته إيه. يعني معي خبر من اليوم السابع بيقول الحكومة تنفي اعتزامها زيادة الضرائب، الجرح رفع حد الإعفاء الضريبي من على الدخل من 7200 إلى 8000. طبعا عمرو الجرح وزير المالية تردد بعض الإشاعات اللي بتقول إن الحكومة هتزود بعض الضرائب، وحتى سمعنا كده عن حاجة غريبة يقول لك اسمها ضريبة السيسي مش عارف إيه فين وحاجات كده يعني. فالحكومة هي خرجت نفت تماما وقالت لا في زيادة في الضرائب ولا في ضرائب جديدة. هو الرئيس السيسي كان ليه تصريح من كام يوم أو توجيه يعني من كام يوم بإصلاح منظومتي الضرائب والجمارك، وبناء عليه بدأت تصدر تعليمات لوزارة المالية تحديدا يعني بأنها تبدأ تاخد حزمة إجراءات تتعلق بزيادة عدد المشاركين في المجتمع الضريبي، الاقتصاد الحر، الناس اللي هي مش بتسدد ضرائب، الناس اللي هي مهمله في تقديم اقرارات الضريبيه بتاعتها، قطاعات كبيره ما تفحصتش على سبيل المثال، ضرائب مستحقه ومتاخره عند الناس. كان بعض الحاجات دي بتوصل حصه الضرائب من يعني في الناتج القومي السنوي لحوالي 14% تقريبا. هم بيستهدفوا خلال 3 سنوات الحكومه بتستهدف انها توصل ل 18% تقريبا. 18% مش معناه ان هو ممكن يزود الشريحه ولا حاجه او السعر الضريبي، ولكن هو عايز يحصل الضرائب من الناس ويبدا يقود عمليه تنظيم لمنظومه الضرائب من خلال ميكنه هذه المنظومه، وده هيحصل في قطاعات كثيره من ضمنها القضاء، من ضمنها الجمارك وغيرها. مش الضرائب بس. فكره طبعا الرقم اللي هو الحد الادنى للإعفاء الضريبي ده رقم بسيط جدا جدا، حتى لو 8000 يعني رقم بسيط جدا يعني ما ينفعش حتى وزير يتكلم عنه بالطريقه دي. لكن بس عشان نبقى واضحين، مفيش لا زياده في ضرائب ولا في ضرائب جديده. لا خلاص يعني هي كفايه زياده في السلع يعني مؤقتا على الاقل. معايا خبر من جريده الجمهوريه، الخبر بيقول السيسي خلال لقاء اسماعيل ومدبولي ومحافظ بني سويف على الانتهاء من المدن الجديده في المواعيد المقررة. طبعا مهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ودكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في لقاء مع
الرئيس السيسي ومعه محافظ بني سويف بيأكدوا على انتهاء من المدن الجديدة في مواعيدها المحددة. العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وبني سويف ومحافظات صعيد مصر، المدن الصغيرة الصحراوية بتاعها اللي فيها مدن جديدة، بخلاف مشاريع طبعا محطات التحلية وخصوصا في المدن الساحلية. ده بجانب أيضا خطة قومية لترشيد استهلاك المياه اللي بيقودها وزير الإسكان خلال الفترة اللي جاية. ده اللي كان على مائدة الاجتماع الخاص بالرئيس السيسي مع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف وأيضا طبعا رئيس الوزراء شريف إسماعيل. أعتقد أنه جزء كبير من الموضوع بيتعلق بمدينة العلمين الجديدة، لأن الدولة بتضع عليها أمل كبيرة كمان طبعا، لأن هي كمان فيها استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات. ده بخلاف طبعا العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحريك شوية التسليم قوائم الانتظار بتاعت المشاريع المتعطلة أو اللي اتأخر تسليمها يعني في موضوع الإسكان الاجتماعي. بالمناسبة الإسكان، امبارح أعلن رئيس الوزراء أن هيتم يعني خلق مجتمع إسكاني جديد في الوراق، جزيرة الوراق، بعد المشكلة الكبيرة اللي كانت حصلت مع الأهالي السنة اللي فاتت. يعني هو الوراق دي تقدر تقراها أستاذ إسحاق من ضمن تصور كامل للدولة خاص بالقاهرة الكبرى 2050، المشروع الأكبر اللي هو بيستهدف تغيير الشكل أو الاستغلال الأمثل للميزات الاقتصادية لإقليم القاهرة الكبرى، الواجهة النيلية وأيضا الجزر النيلية وعدد من المناطق أو بقاع الاستثمار السحرية الموجودة في القاهرة. مقابر القاهرة يمكن ربما تختفي في بعد سنوات خلال الفترة اللي جاية ويتم نقلها لمنطقة قريبة من العين السخنة ولا حاجة. القاهرة كلها ليها خطة شاملة، مش بس منطقة الوراق أو جزيرة الوراق أو الذهب والقراصية. كمان احنا عندنا كان ماسبيرو، منطقة كبيرة جدا، منطقة الشيخ علي ما أذكر تم إخلاءها تماما، والمثلث أيضا بيتم العمل فيه. وبالتالي التصور الخاص بموضوع الوراق هو جزء من تصور أكبر كان يستهدف أيضا حوالي 77 منطقة مستهدفة بالإخلاء وإعادة التطوير كمان، وأيضا إجلاء السكان من المناطق الخطرة في القاهرة. لكن طبعا جزيرة الوراق وجزيرة الدهب والقراصية هي مستهدفة بأن يكون فيها مشاريع سياحية على مستوى يشبه منهاتن شوية. معنا خبر بيتكرر، من كتر ما تكرر بشعر انه خلاص بقى رخم يعني، وبقينا نقوله كتير والكلام فيه رايح جاي بقاله سنين ومش عايز يخلص يعني. من الأهرام الخبر بيقول سفير إثيوبيا بالخرطوم، اجتماع أديس أبابا توصل إلى مخرج لأزمة سد النهضة. اجتماع أديس أبابا توصل لمخرج لأزمة سد النهضة، وكان في كلام من يومين كمان إن برضو سفير إثيوبيا في الخرطوم بيقول ملناش علاقة بالاتفاقيات المائية اللي تمت ما بين مصر وما بين السودان. والمتابع لملف مياه النيل وسد النهضة يتجنن من كتر التصريحات المتضاربة والمتخبطة وكل حاجة. يعني هو كان في اجتماع في أديس أبابا، وكانت التصريحات دي على هامش الاجتماع اللي هينتقل بعد فترة إلى القاهرة، وربما تكرر في نفس التصريحات. الحقيقة هو الراجل ما بيتكلمش عن مخرج لأزمة سد النهضة، لأنه بيتكلم في نفس التصريحات على استكمال 65% من مشروعات السد. وبالتالي هو بيبحث هنا عن تسوية ترضي جميع الأطراف من خلال مشاريع تستفيد بها الدول الثلاث وليس أكثر. يعني هو ما بيتكلمش عن أمر آخر. أعتقد أن طبعا في رهانات لعدد من الدول اللي بتلعب دور كبير في المنطقة واللي ساهمت بشكل أو بآخر في استثمارات لمشروعات تخص سد النهضة، نتج عنها الإصرار بتنفيذ هذا السد بشكل أو بآخر. اتفاقية تقسيم المياه اللي وقعتها حكومة محمد محمود ما أذكر الأولى أو الثانية في مصر سنة 1929 هي اللي كانت بتحكم حصة مصر وبتضمنها من المياه، ولكن للأسف الشديد خلال الفترة اللي احنا أهملنا فيها البعد الأفريقي بتاعنا قدرت دول أخرى بتحاربنا في مياهنا انها توصل لاثيوبيا وتوصل بينا للنتيجه اللي احنا فيها دي، ان احنا بنحارب على قطره مياه وبنعلن ايضا خطه قوميه لترشيد استهلاك المياه خلال الفتره اللي جايه. احنا عندنا يعني برضه عشان يبقى معروف للجميع ان احنا عندنا دول مجاوره لينا قدرت توصل لعمق الشعوب وخاصه اثيوبيا بقى بالقوة الناعمه بالمساعدات بالعلاقات بحاجات كتير جدا. خلينا نفترض بشكل واضح يعني عشان الكلام يكون واضح، هي اسرائيل طبعا
الطيران وبتبحث من خلال مشروعات السد عن شراكات مع مكاتب استشارية ومع أيضا شركات سواء كانت في الصين في إيطاليا في عدد من الدول الأوروبية وأيضا جزء منها استثمارات أمريكية وربما كمان يكون ليها يعني نزعة أخرى مش عايزين نتكلم فيها يمكن لأن الموضوع أصبح دلوقتي في إيد يعني جهة سيادية حساسة شوية بعد ما تاخد من وزارة الري إلا أنه الحقيقة عايزين نقول حاجة مهمة وهي أنه العقود السلاسل الأخيرة اللي مصر بتعرض فيها عن عمق أفريقيا كانت دي نتيجة طبيعية وأيضا تأثير للأسف شديد أو تراجع تأثير المؤسسات الدينية في أثيوبيا تحديدا من عندنا إحنا في مصر أثيوبيا تحديدا يعني مش كنيستين بس والأزهر أيضا يعني الموضوع مش موضوع بكلم مؤسسات دينية فما قلتش ما سميتش مين يعني من الحقيقة فبالتأكيد تراجع كل التأثير المصري في أفريقيا كان وراء هذه الكارثة اللي يعني ربما تضطرنا لإجراءات أخرى احنا طبعا بعد 94 يعني. بالذات يعني بعد سنة 94 كمان كانت هي السنة الفاصلة في العلاقة ما بين مصر وأثيوبيا والعلاقة ما بين مصر وأفريقيا بشكل عام بعد الاعتداء الحادث ده كان سنة 95 كان شهر 6 95 95 أو 94 لا كان شهر 6 95 يعني العلاقة من بعد 95 توترت ولا يعني بس يعني ما هوش ده كان الحادث بس ما كانش ده هو الحادث الحقيقة اللي ممكن نرسم عليه تصورنا أو تصوراتنا الخاصة بسياستنا تجاه دولة للأسف ما للأسف ده اللي حصل الحقيقة للأسف شديد يعني حتى الحادث حتى لما نيجي مش عايزين نرجع نستعيده من جديد ولا حاجة ولكن لما نيجي نسترجع كده كل تفاصيله نشعر إنه مش هو الشيء اللي خسرنا حساباتنا في مثل هذه الدول يعني ولكن هو ده اللي كان حصل للأسف هو ده اللي حصل يعني وهو الراجل بيانات بالروح وبالدم وبعد كده مشي في 2011 تمام معايا من الأخبار خبر بيقول إزالة 36 ألف حالة تعدي على النيل إزالة 36 ألف حالة تعدي على النيل الرقم كبير ورقم مش سهل وساعات احنا بنعدي الاخبار دي كده ما نبصلهاش لان بقينا نبص ان هي ايه مشكله يعني ده حاجه بقت طبيعيه يعني هو الرقم كبير بس زميلنا حمدي كامل في الاخبار ما ذكرش الحقيقه الرقم يعني يخص احصاء بتاع فتره زمنيه قد ايه ممكن يكون 6 شهور من 2000 او 5 شهور من 2018 او ربما سنه الحقيقه الا انه اللي عايزين نقوله فعلا النيل طبعا يعني في كميات رهيبه جدا من عمليات التعدي عليه تمت خلال السنوات الأخيرة وخصوصا 8 سنوات الأخيرة ووزاها كمان أيضا تعدي على الأرض الزراعية بلغ حوالي تقريبا 150 ألف فدان من أجود الأرض الزراعية في الوادي والدلتا اللي خسرناهم في مقابل إن احنا بندفع مليارات الناحية التانية عشان نستصلح في الصحراء يعني فالرقم يمكن حتى أنا أعتقد إنه مش كبير قوي 136 ألف حالة لأنه يمكن فكرة الإحصاء أو العد داخل الوزارة نفسها يمكن بيحتسب الحاجات حتى البسيطة اللي على النيل ممكن نسميها حالة يعني ممكن نسميها حالة تعدي مش الحالة اللي هي ممكن تكون عقار أو حاجة على حرم النيل نفسه إلا أنه الحقيقة الرقم ده ما أعتقدش طبعا يكون قدرت الوزارة أنها تنفذه في حدود الخمس شهور اللي فات ولا حاجة ممكن يكون يعني رقم متاخد يعني على فترة كبيرة بس هو عموما يعني حالات التعدي على النيل موجودة والنيل بقى مستباح لناس كتير النيل والأرض الزراعية طبعا للأسف شديد يعني النيل وأرض زراعية خسرانين معهم كتير قوي معي خبر آخر من جريدة الأخبار الخبر بيقول الرئيس يتلقى رسالة تهنئة من البشير ببدء فترة رئاسية جديدة يعني ده بروتوكول أعتقد ما يعني عادي لكن دايما إحنا أي الأخبار كل الجرائد بتحاول تجيب أي علاقة كويسة ما بين مصر والسودان بعد ما عايشنا فترة كانت صعبة ما بين العلاقة ما بين صحيح طبعا يعني الأمور كانت صعبة شوية في عهد محمد مرسي مع البشير اللي كان وقتها بيطالب حتى باستعادة حلايب وشلاتين وبيعتبرها أرض سودانية بس ويمكن الزيارة الأخيرة بتاعت مصر كان فيها شيء كبير من التعقل من النظام المصري في التعامل مع هذا الشخص يعني وهذا الرئيس يعني الحقيقة يعني فيعني مشكور على التهنئة اللي جاية منه يعني. أنا معي خبر من اليوم السابع بيأكد على سعي مصر إلى وجود علاقة جيدة مع السودان في الفترة اللي جاية بس بشكل عملي أكتر كمان بيقول الربط الكهربائي مع السودان قبل نهاية العام بقدرة 300 ميجا وات شاكر اللي طبعا وزير الكهرباء بيقول توصيل الخدمة للخرطوم بأعلى جودة
ونحرص على توفير احتياجات القارة. دي برضو دي مساهمات بشكل أو بآخر في خلق علاقة جيدة أو إنشاء يعني علاقة أعتقد أن جيدة. مصر كانت أكبر الدول الخاسرة من تقسيم السودان لدولتين، وربما نخسر أكثر لو تقسم لأكثر من كده الحقيقة، إذا كان في مشروع لقسمة ثالثة الفترة اللي جاية، مشروع ربط كهربائي أعتقد أنه ممكن تدخل في أثيوبيا كمان، يكون ربط ثلاثي أيضا للثلاث دول بعد بعض الاتفاقيات الفنية اللي ممكن تخص مشاريع سد النهضة وحالة التسوية اللي ممكن تحصل حوالين مشروع السد. لكن الحقيقة السودان بالنسبة لنا هي أرض وشعب يعني تجمعنا بيهم تفاصيل كتيرة تاريخية، ويمكن يظل إقليم مصر والسودان هو البؤرة الحساسة في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، واللي للأسف الشديد غياب تعاون خلال فترات سابقة يمكن أفقدنا الكثير. نتمنى عودة هذا التعاون مرة أخرى. شعبين متأخين، يمكن حصل فجوة سياسية ربما في فترة ما ولا حاجة، أو شعبية فترة ما بعد أحداث النجيلة في 2006 على ما أذكر، ولكن مش هي دي المسائل اللي ممكن تأثر على تصور لمستقبل مشترك يجمع الشعبين والبلدين. تمام. خبر من مصر اليوم خاص بإخواتنا وأولادنا اللي بيمتحنوا ثانوية عامة. أول أيام الثانوية التعليم لم يحدث تسريب، التعليم لم يحدث تسريب. وفي من جريدة اليوم السابع برضو بيقول التعليم تنجح في امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة، سهولة اختبار اللغة العربية وإحالة الطالب بالمنوفية للنيابة لنشر الأسئلة على الإنترنت. ويعني الأخبار كلها بتقول امتحان الثانوية العامة أول يوم عدى على خير، امتحان كان كويس، الشباب طالعين مبسوطين. يا رب عقبال باقي نلاقي كل اولادنا يعني في اماكن في الجامعات الاهليه الحقيقه، وخصوصا مع ارتفاع يعني اسعار الجامعات الخاصه في مصر الفتره الاخيره. 565 الف طالب بيأدوا امتحانات الثانويه العامه، حالتين انتحار كانوا موجودين على ما اذكر في اسكندريه وكفر الشيخ مع اليوم الاول، الا انه في الاخر يعني لا تزال العمليه هادئه شويه. لما نشوف بقى المواد الاصعب اللي جايه ولا حاجه. حاله التسريب اللي حصل في منوفيه وحيدات النيابه كانت تخص طالب، والحقيقه يعني جهود الوزاره يمكن قويه الفتره دي، ويمكن شفنا الدكتور ده حجازي بيقول انه انتهى زمن التسريبات، يا رب ينتهي للاخر يعني. تمام. احنا ممكن ناخد اخر خبر معانا النهارده طبعا خاص بالمونديال. اليوم اعلان قائمه الشرف المصريه، صلاح يطلب طبق كوشري من كوبر. والاخبار النهارده كلها كوبر يعلن اليوم قائمه الفراعنه النهائيه للمونديال. طبعا يعني برضو يعني كذا خبر من كذا مكان يعني بيتكلم انه يعني والفتره اللي جايه كلها بقى عن الراجل ده. مش مطمن انت مطمن له يا استاذ اسحاق؟ انا كويس الحمد لله. مطمن له بتسمع بتاع لاموري في زوري ده ولا يعني؟ طبعا المنتخب هو بيبقى مصدر سعاده الحقيقه للاسر المصريه، بس الحقيقه انا تقديري بس انه يمكن يعني كوبر عنده مشكله في اختيار عناصر جيده ومهدفه بشكل جيد. احنا عندنا فقر في التهديف ثلاث مباريات اللي فاتت، والحقيقه ده شيء غير مطمئن بالمره، وخصوصا مع اصابه نجمنا محمد صلاح في ماتش ريال مدريد بالطريقه المتخلفه بتاعت راموس الجزار ده. الا انه الحقيقه لما انا اكون قدام مدرب مش عارف يختار ما بين الهدافين المحليين في دوري مش قليل برضه زي الدوري المصري، وما بين محترفين ايضا ابدعوا في الدوريات العالميه، يبقى بالتاكيد هو عنده مشكله، هو عنده مشكله ومش عايزين نوصل. احنا افتكرنا ان احنا سنه 90 يعني من 38 سنه او 28 سنه مش فاكر يعني، يوم ما جبنا جون من ضربه جزاء عشنا عليه 28 سنه مجد عبد الغني طبعا عقود من ضربه جزاء يعني. لكن احنا قدام دلوقتي دوريات بتاخد اللاعب المصري بشكل جيد ومحترفين وايضا هدافين محليين كويسين جدا. اول مره في التاريخ عندنا لاعب عالمي من افضل 3 4 لعيبه في العالم بالظبط. ومع ذلك الحقيقه انه يكون عنده تخوف من انه غياب صلاح يمنع انه يكون عندنا هجوم بيجيب جوال. دي مساله الحقيقه يعني مثلا ده معناه ان هو مدرب يعني ان هو مدرب الحقيقه يعني رؤيته فقيره شويه. حتى اختياراته كلها او اغلبها اسف يعني دفاعيه شويه مش هجوميه. مفيش حد بيروح في التلت الاخراني من الملعب يعني. ممكن يطمنك انك انت حتى لو جيت لعبت ماتش ان يكون في
في إثارة يعني كبيرة. بنتمنى يعني يعني نخوض مباراة كأس العالم بشكل كويس. نتمنى محمد صلاح يرجع وربنا يشفيه يا رب. يا رب يا رب. أشكرك جدا أستاذ حسين متولي الكاتب الصحفي. ألف شكر لحضرتك وكل سنة طيب ورمضان كريم. حضرتك طيب ورمضان كريم. أشكرك ومشاهدينا لسه معاكم ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور لكن بعد الفاصل.